في هذا المجال يستخدم المعالج الفيزيائي أو المعالجة علم الحركة أو علم الكهرباء أو المجال الحراري لغرض معالجة جروح أو تمزقات أو لربما أمراض والتهابات، ويتعاملوا بحاجة اسمها الطاقة. الطاقة هذه ممكن تكون حرارية، ممكن تكون حركية ديناميكية، ممكن تكون كهربائية مغناطيسية ضوئية. لماذا؟ لكي تعطي للمريض طاقة أو تأخذها منه. ما معنى أن تعطيه طاقة؟ تعطيه طاقة مثلا حرارية، زيادة حرارة، أو تعطيه طاقة حركية، أو تعطيه طاقة مثلا مغناطيسية، أو تسحب منه الطاقة الزائدة اللي هي مثلا طاقة نتيجة كثرة الحرارة اللي موجودة عنده، تسحبها منه بالعلاج بالتبريد وهكذا. يعني في تبادل في الطاقة بين المريض وبين الوسيلة العلاجية أو المعالج. إذا كانت الطاقة هذه مختلة عن توازنها، يعني غير طبيعية، ما هيش في مستوى طبيعي، الإنسان لازم يعيش بأنواع الطاقة اللي هو يعيش بها، لازم يكون في توازن. كذلك بالنسبة للتدليك مثلا، بالنسبة للطاقة الضوئية، الطاقة المغناطيسية زي ما حنتعرف فيما بعد. إذن هذا المجال خاضع لقوانين فيزيائية دقيقة وقياسية، ويستطيع أن يتحكم فيها من خلال أجهزة مساعدة له، ومن خلال خبرته، ومن خلال العلم اللي هو اكتسبه. مش مجرد غير يدلك أو يعرض المريض للشمس أو يعرضه للمية السخونة وخلاص، وإنما يعرف بالضبط لماذا يقوم بهذا الشغل وإلى أي حد يقوم بشغله. هذا الشيء مهم جدا لإحراز نتيجة قياسية، ونقول إحنا علمية. إذن هذا الأسلوب من العلاج، يعني أسلوب العلاج الفيزيائي، طالما أنه يتفرع من علاج حراري وعلاج حركي وضوئي وحركي مهم جدا، علاج ضوئي وعلاج كهربائي، وكذلك علاج مائي أو علاج بالطمي، فيجب أن نسميه بالعلاج الفيزيائي المتطور، ولا نسميه بالعلاج الطبيعي البدائي اللي كان موجود قبل مئات السنين، وإنما هو علاج فيزيائي يخضع لقوانين فيزيائية نستطيع قياسها بنسبة مئوية أو بدرجة معينة، يعني بأسس معينة علمية، ونقدر نقول المريض هذا زادت حالته، تحسنت أو ما تحسنتش، وإلى أي حد. يعني أحيانا نسأل المعالج، نسأل أو الفني، ونقول له كيف حال المريض، هل تحسنت حالته؟ يقول ياهو ماشي الحال، نص نص. لا، هذا الأسلوب لا ينفع في العلاج الفيزيائي. لا نستطيع أن نقول نص نص وآهو آهو، وإنما نستطيع أن نقول تحسنت نسبة التحسن عند المريض وصلت إلى 46%، إلى 50%، إلى 70%، وهكذا. وكيف يعني كيف جدت النسبة هذه؟ بناء على جداول معينة وقياسات معينة لازم المعالج يحفظها جيدا ويطبقها، بحيث يقدر أنه يوصل إلى نتيجة في أقصر مدة ممكنة. مش معقولة تعالج مريض لمدة شهر كامل بدون أي فائدة، بدون أي تحسن، هذا مضي على الوقت. يعني يجب أنك أنت لما تقوم بعمل أنك أنت تعرف إلى وين بتوصل، وإذا كان ما فيش فائدة في المعالجة اللي أنت قمت بها على المريض، فيجب أن توقف العلاج، لأن حتى من ناحية اقتصادية يعتبر خسارة. نأخذ أولا العلاج الحراري اللي هو نسموه بالإنجليزي ثيرموثيرابي أو هيت ثيرابي، العلاج الحراري. على فكرة العلاج الحراري ليس هو تسخين فقط، وإنما يكون تبريد، لأن هنا الطاقة الحرارية هي اللي بتنتقل بين المريض والجهاز أو بين المريض والمعالج، فهي مش شرط أن احنا
نبو نعطوا للمريض دائما حرارة، أحيانا ما ياخذوا منا حرارة لأن البرودة لا تنتقل وإنما الحرارة هي اللي تنتقل. يعني يا إما المريض عنده حرارة ساخنة مثلا، عنده التهاب في المفصل، فإحنا نبو ناخذوا منه الحرارة الزائدة هذه عليه، إحنا نستخدموا له أشياء باردة. لكن لما هو يكون عنده نقص في الحرارة في جسمه في منطقة معينة، فإحنا نضيفوا له حرارة من برا، باعتبار أن هذا الأسلوب اللي هو العلاج الحراري أكثر شيوعاً ويعتبر من أقدم الوسائل العلاجية في التاريخ. لأن أول ما بدأ الإنسان، حتى الإنسان القديم كان أول ما استخدم لعلاج نفسه أو لأسرته أو للناس اللي معاه العلاج الحراري، وليه طبعا مصادر عديدة زي ما نعلمه وزي ما حنعرفه فيما بعد. إذن العلاج الحراري يعتبر أقدم أنواع العلاج الطبيعي في الحالة زي هذه نقوله، وبعدين ولا فيزيائي فيما بعد في التاريخ. طبعا في الشريحة السابقة عرفنا أن العلاج الحراري يعتبر علاج مساعد وليس أساسي، ليس نشط. شو معنى نشط؟ نشط معناها بيقوم به المريض نفسه، وإنما في هذه الحالة يقوم بها المعالج أو آلة تعطي للمريض حرارة مثلا أو تأخذ منه حرارة. إذن العلاج الحراري يعتبر أكثر شيوعا من أي معالجات أخرى، ولدرجة أن نحن نقوله في الأقسام اللي هي موجودة عندنا في ليبيا، نقول لك قسم التسخين ماشي عنده تسخين. تسخين معناها يعني علاج حراري، زي ما قلنا ليه مصادر عديدة جدا، منها زي ما هو موجود في هذه الصورة مثلا الضمادات الدافئة على جبين الطفل، هذه الحلوة الجنينة هذه عندها ضمادات دافئة لما يكون عندها برد، أو لما يكون عندها حرارة احنا بنحطوا لها ضمادات باردة بحيث نسحب منها الحرارة اللي موجودة عندها ونقيسوا لها درجة الحرارة عن طريق الترمومتر اللي هو في فمها حاليا. إذن ممكن الضمادات تكون دافئة، ممكن ساخنة، ممكن باردة. كذلك هناك حمام القدم معروف، يعني حتى الأخواننا المصريين يقولوا حط رجليك في مية باردة يعني، لكن هي مش شرط تكون باردة، أحيانا تكون مية ساخنة للقدمين. حمام القدم ممكن يكون ساخن، ممكن يكون بارد، حسب ما احنا المطلوب هل نسحبه من المريض حرارة أو منعطوه حرارة. أيضا ممكن يكون استعمال الطمي للجسم ككل، زي الليبيين بالشعبي، مش عارف توا حاليا في الجيل الشباب توا ممكن ما يعرفوهاش الكلمة هذه، لكن الشيابين اللي زي حالاتنا يقولوا البز، ماشي يبي يعالج في إيطاليا والله مش عارف وين في اليونان، ماشي يبي يدير حمام تاع البز، مع أنه هو في بلادنا عندنا البص ما يكفي. فالطمي هذا، الطمي أو الطين، مهم جدا في العلاج، ويعتبر من أقدم العلاجات في التاريخ. احنا زي ما قلنا العلاج الحراري قديم قدم التاريخ، ومن ضمنها الطمي. الطمي هذا طبعا منين بيجي؟ بيجي من الأرض، في طبقات من الطين والطمي موجودة في بعض المناطق، وفي في ليبيا أماكن كثيرة جدا ممكن استغلالها بدلا من السفر إلى الخارج لمثلا مغرب أو جزائر أو تونس أو إيطاليا، ممكن في موجودة في ليبيا، لكن تبي تحتاج إلى نوع من السياحة العلاجية وتهيئة هذه الأماكن بحيث تفيد الناس في استعمالها كعلاج حراري. كذلك قناع الوجه، نعرف السيدات كثير جدا يستعملوا في القناع الوجه من الطمي، وممكن يكون أيضا حتى طمي صناعي أو طمي طبيعي، سواء للبدن ككل زي ما في الصورة اللي على اليمين أو للوجه القناع.
كذلك ممكن يكون للأطراف في حالات الحروق مثلا، في حالات الالتهابات الجلدية، في حالات الروماتيزم. مهم جدا العلاج الحراري، وزي ما قلنا قديم جدا واستعمالاته شاسعة وواسعة، والحقيقة يأتي بنتائج جيدة جدا. وميزته أن مليش مضاعفات جانبية زي الأدوية أو زي التدخل الجراحي أو المستحضرات الكيماوية اللي لها مضاعفات جانبية، لكن هذه أشياء طبيعية طبعا بتكون أقل بكتير جدا من ناحية التأثير السلبي.